سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، طابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم، اجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق، لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة، حديث للاعبين. يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. شخصيا أنا على مستوى التعليق كنت قد استمتعت بأجواء ملعب المراكانا، لا يمكن وصف هذه التحفة المعمارية وهذا التاريخ العظيم لهذا الملعب. بداية أحداث اللقاء، يمر يلعب كرة بينية ويستمر في انطلاقته في محاولته. مرت نيمار، كواهم أحرق مرماهم، الكرة توضع في أفضل مكان. حارس مين يا عم ممكن يسد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. المباراة تبدأ ب1-0، الهدف المبكر يجعلنا متحفزين لكرة قدم ممتعة هذا اليوم. يستعيدها برناردو سيلفا، تلعب الكرة إلى الأمام، كروس، فينيسيوس جونيور يلعبها على اليمين. فينيسيوس جونيور، لعبة في منتهى الروعة. الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ جول جميل. مدريد تعادلوا في النتيجة الآن. هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى ليونيل ميسي، والكرة في الشباك. جول. هل يكون هذا هو هدف الفوز في المباراة؟ بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. متفوقون بفارق هدف وحيد. الله، من أين لك هذا؟ من أين؟ فرصة للتسديد. مرت الكرة بشكل جميل، كرة عرضية، خطأ فادح. هازارد، الله يا ولد، هدف غير عادي. مدريد فعلوها وأحرزوا هدف التعادل. قام بعمل رائع، السيطرة على الكرة بهذه الطريقة. المباراة أصبحت متعادلة بين الفريقين. عودة سريعة تجعل الفريق يتنفس سعداء من جديد بعد أن قبل هدف في مرمى يتجاوز هذا الضغط الرهيب. كازيميرو، كرة طولية إلى الأمام، لوكا مودريتش، برناردو سيلفا، الكرة ملعوبة من مسافة، يعدي إلى منطقة الجزاء، لمسة بينية، دي بروين، والكرة في اتجاه المرمى. قد سجل الهدف، قد يكون حاسما بعد ذلك لمصلحتهم. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب.
ولديهم تقدم بهدف وحيد. مودريتش يحاول أن يلعب كرة بينية. بول بوجبا. كازيميرو. كرة طويلة إلى الأمام. بينية إلى دي بروين. مارسيلو. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. وستكون هنا رمية تماس. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. برناردو سيلفا. يحاول تمريرها من بين المدافعين. كريستيانو رونالدو في أفضل مكان، لكن النهاية لم تكن ناجحة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. لا توجد أي تغييرات حتى الآن في مباراة اليوم. ميسي. كريستيانو رونالدو. برناردو سيلفا ينجح في تمريرها إلى أرنولد. يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. دي بروين يلعب كرة بينية. يلعب كرة عرضية داخل 18. كرة طويلة للأمام. لمسة بينية. هازارد يقوم بانطلاقة رائعة. حصلوا على رمية جانبية. مودريتش. هازارد يلعب كرة الجانب الأيمن. كرة اجتازت الخط، حاولت إلى رمية التماس. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يحاول أن يلعب كرة بينية. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. تمريرة جميلة. عدت الكرة. يحق كريستيانو رونالدو. مارسيلو. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. مدريد استحواذ على الكرة، ولكن سيطرة يمكن اعتبارها سلبية بدون خطورة تذكر على مرمى الفريق الخصم. برناردو سيلفا يرتكب مخالفة واضحة جدا. إيسكو. عرضية وفرصة جيدة. أفقد الخصم التركيز. إيسكو. ردة فعل غير عادية من حارس المرمى. انظروا إليه كم تألق كثيرا في مباراة اليوم. فينيسيوس جونيور.
فاتت ومرت وصلت إليه. يمر ويلعب كرة بينية. ألابا. كازيميرو. ألابا. كروس. يلعب كرة بينية. كرة ملعوبة. هازارد. كروس يلعب كرة قصيرة. كرة أرضية إلى المنطقة. أرنولد. كروس يحصل عليها. بول بوكبا. كريستيانو رونالدو. لمسة بينية. مارسيلو. أظن أنهم مطالبين بلعب الكرة السريعة الآن ونقل الكرة إلى الأمام. أرنولد. دي بروين. برناردو سيلفا يحاول تمريرها من بين المدافعين. يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. الأمر كبير جدا عميق في نفسية اللاعبين. تجاوز مباراة معقدة صعبة في هذه الليلة والفوز فيها أمر رائع.